نريد أن ننوه ونرسل رسالة للشباب والطلاب الجامعات، وهم الآن في هذه الجائحة يدرسون عبر الأونلاين أو الإي ديستنس أو الإي ليرنينج أو الدراسة عن بعد، فيكلفهم أعضاء هيئة التدريس ببحوث إلى غير ذلك، فيأخذون من بعضهم بعضا كوبي بيست قص لصق ثم يرسلها على أنه هو الذي قام بعمل هذا البحث. نقول هذا غش، والغش محرم في ديننا أيها الكرام الفضلاء. قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. قال الإمام الطحاوي: ومن ضوابط الكبيرة قوله ليس منا. إذا جاء في الحديث هذه اللفظة، هذا أن الفعل كبير والعياذ بالله. فلذلك يا إخواني، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في هذا العلم، واطلبوا به ما عند الله عز وجل، فإن ما عند الله لا يناله بمعصيته. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.